شوف فقط نزيد بك على كلام عبد الكريم، في 2019 كانوا عندنا ثلاثة حراس بولحي وكيجا ودوخ، كل اللقاءات لعبهم بولحي، كل اللقاءات. اللقاء الثالث كنا متأهلين مع تنزانيا، المدرب الوطني دات يعني تشكيلة مغايرة إلا بولحي. أنا نظن أنا بون هذا حسب القراءة تاعي، أنا نظن باللي اليوم بولحي راح يكون بنسبة كبيرة هو الحارس رقم واحد، هذا رأيي، لأنه هو محافظ على نفس الدفاع اللي لعب في 2019. عطال بن سبعيني موندي بوتيت ان دوغري موان كش واحد اسمه جديد، هو نفس الدفاع اللي لعب في 2019. أنا نشوف أنه اليوم الأداء تاع بولحي في البطولة تاعنا راح ربما خلاه باش يديه صبر عليه رغم الإصابة اللي عنده، مام جاب الزغبة، أنا نظن بطريقة أو بأخرى هو تايخ فيه، وربما بنسبة كبيرة يكون هو قبل يعني ما نطوي وقبل ما نطوي الحارس المرمى مبولحي قيمة ثابتة، هو نمبر واحد صح، ولكن مبولحي مقارنة للفورما تاعو ستان غارديان دو تورنوا تاني صح، ستان غارديان دو تورنوا، خلينا هذه عقلية واحدة أخرى، لو تورنوا ولا فاز إليميناتوار، حتى في لا روسي في كالي تورنوا دايور في كوب دي موند تاع شكون اللي كان في الدورة اللي جازت؟ تاع البرازيل خرج ميور غارديان في البرومي، شكون اللي كان في الدورة اللي جازت في الكاميرون؟ بولحي كان اربع اهداف كان هو موجود، يعني يقدر يسير. حنا ما نتكلموش على قيمه بولحي، ولكن مونضري انا نقول باب تيم دو فو تاعو شفناه كونتر لو سينيغال كونتر لو موزمبيق، وهذا سي ان غارديان دافوني روسي وراه يلعب في اونجي يعني تري ريغولي، لا كومبيتيسيون لي امبورطونت بور لونترينور اي بور لو جوار، مي توجور ايتيل لو ديرني شوا روفيان لونترينور، يقدر يلعب بولحي، وحتى واذا لعبوا ما راهوش يعني حاجه مغر، لانه حتى في شباب الوزداد راهو يؤدي في مباريات انا مقبوله وراهو في فورمه مليحه، وغير اذا كان الاصابه نتاعو راح تمنعه باش يكون هذه حاجه اخرى. وبولحي ينضم الى كتيبه محاربي الصحراء.